السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. سمحوا لي بزاف غبرت عليكم، ما بقيتش كنحط لكم لي فيديو، فقط كنت مشغوله شي شويه وكنبغي صراحه نشكر الناس اللي هنئوني بالمناسبه ديال حصولي على مرتبه مديره مساعده اللي هي كيف كتشوفوا هنايا ماناجر ادجوان، والحمد لله قريب نولي حتى انا من بين لي ماناجر مع لاسوسييتي ديال فوريفر. بالنسبه لموضوع الفيديو ديال اليوم، فمن خلاله جيت نتقاسم معكم واحد المجموعه ديال المنتجات اللي انا كنستعملها واللي غادي نعطيكم عليها بعض المعلومات حسب الاستعمال ديالي انا، بمعنى ما غاديش ندير بحال الفيديوهات اللي كنت كنشرح لكم قبل بالتفصيل، وانما فقط غادي نعطيكم بعض المعلومات اللي هي مختصره. بالنسبه لاول منتوج غادي نتقاسمه معكم هو فوريفر برايت. هذا واحد معجون اسنان خالي من الفليور، فيه ماده البروبوليس ولا الويفيرا وشويه ديال العسل ومنسم بالنعناع. فبالنسبه ليا الناس اللي عندهم مشاكل ديال الاسنان، عندهم يعني نزيف ديال التا، اسنانهم صفرين، فيهم الكالكير، صراحه كنصحكم انكم تستعملوا هذا الفوريفر برايت. انا بنفسي استعملته واليوم غادي نعاود نتقاسمه معكم. هذا دابا الاستعمال ديالي الثالث، يعني هو اقتصادي مقارنه مع معجون الاسنان يعني الاخرى. الريحه ديالو صراحه زوينه، كيعطي واحد الانتعاش بالنسبه للفم. فبالنسبه لي انا هذه دابا ثالث مره كنستعمله وصراحه كيعجبني بزاف. فهو اللون ديالو كيجي شويه خضر، حتى كيعالج ايضا تقرحات المعده، يعني بامكانكم حتى الا دوزتوه ما تخافوا منه حتى شي حاجه، كيحيد حتى السوسه، خصوصا السوسه اللي كتكون يلاه باقي جديده، يعني ماشي السوسه القديمه. ايضا مثلا ملي كيكون كيضركم داك العرق ديال الفم تقدروا تستعملوه ليه حتى هو. فالمكونات ديالو طبيعيه، ما تخافوا منها حتى شي حاجه. اما بخصوص المنتوج الثاني اللي هو لوستيك ديال فوريفر، بالنسبه للستيك هذه دابا ثالث مره غادي نستعمله. باش كيعجبني هذا الستيك، هذا ما فيهش املاح الالومنيوم وايضا كيدوم مده طويله. فبالنسبه لي حتى انا دابا هذه المره الثالثه غادي نستعمله. غادي نفتح معكم واحد اخر جديد، ايضا هو راه اقتصادي، بمعنى كيبقى عندكم مده اللي هي طويله، واخا تكونوا كتستعملوه كل نهار غيبقى عندكم على الاقل بين 6 شهور حتى العام. فانا بالنسبه لي اول مره كنبقى لي تقريبا شي 11 شهر، المره الثانيه شويه قل، دابا مع حيت وليت كنستعملو بزاف فعلى الاقل تيبقى لي 8 شهور. الكميه ديالو يعني في المتناول، كتبقى معكم مده طويله. فيه فقط الشمع ديال النحل والاوفيرا، هادو هما المكونات الرئيسيه ديالو. وكيف كتشوفوا معايا فراه فيه الخير والبركه، يعني تقدروا تستعملوه وقت ما بغيتوا. انا صراحه وحتى الريحه ديالو يا سلام كتعجبني. انا صراحه انا من بين الناس اللي كيعجبوهم لي برودوي ديال فوريفر، لانني فيت استعملتهم قبل ما نولي معاهم. بالنسبه للمنتوج الاخر اللي غادي نتقاسم معكم هي ليكرون سولير. ليكرون انا دابا 3 سنين هادي وانا كنستعمل ليكرون ديال فوريفر، كتعجبني بزاف. فيها الفيتامين او، فيها حتى هي الالوفيرا، كتحمي البشره، كتعالج المشاكل ديال الحروق ديال الشمس، بالاضافه لانها كتحتوي على الفيتامين سي والفيتامين او، واللي ممكن نقول عليها ايضا انها مقاومه للماء، بمعنى واخا تكونوا يعني كتغسلوا وجهكم غير بالماء فراه كيبقى كتبقى ليكرون في الوجه ديالكم ما كتحيد حتى كتغسلوها مثلا بالصابون. وعلى ذكر الصابون، فانا كنستعمل مؤخرا لو هاند سوب. هذا لو هاند سوب هو صابون سائل بخلاصه ديال الالوفيرا وعصير ديال الحمض وايضا الخيار، فهو كيصلح بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم البشره الحساسه، وممكن الاستعمال ديالو ايضا كشامبوان. فانا بعض المرات ملي كنكون باغا ندوش وما كيكونش عندي لو شامبوان ديالي تاع فوريفر نيت، فكنستعمل هذا لو هاند سوب اللي كنلاحظ فيه انه كيرطب ليا الشعر، هذه اول حاجه. اما بخصوص الوجه ديالي فهو كينقيه لان المكونات ديالو جد طبيعيه. وباش نعتني بالوجه ديالي ايضا في الفتره الليليه، فانا كنستعمل لو فوريفر الويفيرا جيلي. هذا واحد الكريم بخلاصه ديال الويفيرا، كنستعمله كل ليله باش كنحيد دوك الحروق ديال الشمس ولي تراس. بعض المرات كيحيد حتى لي تراس يعني مع الاستعمال اليومي. فيه يعني الويفيرا كيف كنعرفوا فهي كتعتبر بمثابه النبته المعجزه اللي عندها مجموعه ديال المزايا، سواء الوجه سواء الشعر سواء الجسم ديالنا كامل. فهاد الويفيرا جيلي ما كنستعملهاش فقط للوجه
ديالي كنستعملها لشعري وكنستعملها ايضا للجسم ديالي، وخصوصا هي كتصلح ايضا الناس اللي مثلا تحرقوا، عندهم الكزيما، عندهم الصدفيه، عندهم لي شامبينيون بين الصبع ديالهم، كتصلح ايضا التشققات ديال القدام. بمعنى الاستعمالات ديالها متعدده. فبالنسبه للالوفيرا هذه دابا الاستعمال الخامس اللي كنستعمل فيه هذا الكريم، وصراحه انا ما كيعجبني بزاف. بالنسبه كنديرها ايضا على ود الشعر ديالي كترطبو، يعني دابا نكمل لكم لا غام ديال الشعر. فلا كريم ديال الالوفيرا جيلي كتجي على هذا الشكل، هي كتكون شفافه ما كتبانش، ماشي بحال داك اللي كنلقاو في الاسواق كنلقاوها كلها خضراء. بالعكس الالوفيرا الحقيقيه هي اللي كتكون على هذا الشكل هذا، والجلد ديالنا دغيا كيمتصها. تتمة لمجموعة الشعر أو لا بصفة عامة للجسم ديالنا كامل، فأنا كنستعمل أيضا الألوي فيرس. الألوي فيرس هو عبارة على بخاخ اللي فيه 11 عشبة زائد الألوي فيرا، كاين مثلا البابون ومجموعة من الأعشاب الأخرى. بالنسبة لي كنستعملو لوجهي، كنستعملو شعري، كنستعملو الجسم ديالي، فإلا مزجناه مع يعني مكونات أخرى أو منتوجات أخرى ديال فوريفر فهو كيصلاح مثلا الخطوط البيضاء والحمراء اللي كيكونوا في الجسم، كيصلاح للشعر، كيصلاح للوجه. بمعنى حتى هو عنده استعمالات متعدده. انا بالنسبه ليا ملي كنبغي نعس فضروري ما كنرش وجهي وشعري بهذا الالوي فيرس. يعني الشكل ديالو كيجي بحال هكا، يعني بخاخ كيف كتشوفوا معايا. ديما ملي كنبغي نعس كنديرو للوجه ديالي. بالنسبه للمنتوج اخر اللي غنتقاسم معكم اللي هو الوي بروبوليس كريم، فهذا واحد الكريم كيتعتبر مضاد حيوي طبيعي لجميع الالتهابات الجلديه، فهو كينظف لنا البشره ديالنا وكيجدد لنا الخلايا، وكيصلح بزاف خصوصا للناس اللي عندهم جفاف ديال البشره. فمكونات ديالو حتى هي طبيعيه، كنلقاو فيها الفيتامين سي، الفيتامين او، الالوفيرا، مستخلص البابونج، والفيتامين ا. بالنسبه لي انا فانا كنستعملو هو ولا الالوفيرا جيلي على ود الحبوب اللي كيكونوا في الوجه. ودابا في هذا ثاني استعمال بالنسبه لي كنت جربته للمره الاولى وصراحه عجبني، داكشي علاش قررت نعاود نستعمله. الكريم ديالو كتكون بيضة والريحه ديالو صراحه زوينه، كتجي على هذا الشكل. يعني دائما فاش كنبغي الناس كندهن هاد الكريمات هادو الوجه ديالي والبشره راه كتمتصها دغيا. بالنسبه لمنتوج اخر اللي كنستعمل حتى هو فسميتو فوريفر ماغاماس. هاد فوريفر ماغاماس هو صراحه قديم شويه، يعني حتى الا كنتو باغيين تاخدوه ما غتلقاوش، لانه كان في الكتالوج ديال 2019 2020 و2021 ما غتلقاوش فيه، لانه تعوض بواحد برودوي اخر سميتو الاكسفولياتور او لا لو ار 3 فاكتور. فشنو هاد الماغاماسك؟ الماغاماسك هو واحد الماسك بخلاصة ديال الطحالب البحرية، كيتستعمل فقط جوج حتى ثلاثة المرات في الأسبوع باش كنقيو البشرة ديالنا وكنجددو الخلايا ديالها. فأنا ملي كنكون كنستعملو كنبلل الوجه ديالي بالماء، كنوضع شوية من هاد الكريم، اللون ديالو شوية راه كيكون خضر، مكيبغيش يخرج ليا دغيا، فوالا اللون ديالو كيكون هكا خضر. كنبقى كنمصيه على البشره ديالي خصوصا الوجه. انا دابا راهي كنابليكي باش تشوفوا فيديو، وكنخليه شويه حتى كنحس بايديا بدات كتخسح. من بعد صافي كنغسل وجهي وكندير لي كريم ديالي الاخرين وكنمشي للناس. بالنسبه للمنتوج الاخر اللي هو الموستوريزين، اللي هو جيل ديال الترطيب اللي فيه الكولاجين والالاستين اللي كيجدد خلايا البشره، كيعطيها واحد الرطوبه واحد النعومه. وصراحه انا مازال ما استعملتوش، ولكن الكليون ديالي كيشكروا عليا بزاف، وبغيت حتى انا قررت باش انني حتى انا نستعملو ونجرب لي في ديالو. فهو كيجي على هذا الشكل، نحاول نحيد ليه حتى هو هذه اللعيبه. هذه الكريم ديالو حتى هو بيضاء، هذا تقدروا ديروه كل ليله ملي تبغيو تنعسوا. فوالا جي على هذا الشكل، كنمصيوها حتى هي مزيان. انا صراحه مازال ما عنديش فكره يعني كتجربه بالنسبه لهذا المنتوج. الريحه ديالو صراحه زوينه، يعني هو خلاصة ديال الكولاجين والإيلاستين، وكتعرفوا الدور ديال هاد المواد هادو بالنسبة للوجه، فهي راه كتعطي يعني كتحارب علامات الشيخوخة المتقدمة. يعني منتوج اللي هو زوين، ان شاء الله ملي غادي نستعملو غادي نعاود نهضر لكم عليه بالتفصيل، وبالنسبة ليا انايا شنو كيفاش جاني وامتى كنديرو.
بالنسبة للمنتوج الآخر اللي جيت نتقاسم معكم سميتو الألوي ام اس ام جيل. هذا واحد الجيل اللي فيه خلاصة ديال الألوفيرا والكبريت. فكيف كنعرفوا الكبريت من بين المواد الأساسية بالنسبة للجسم ديالنا وخصوصا للبشرة. فكنعرفوا بزاف ديال الناس فكيمشيو بمعنى كيمشيو يتحمحموا في الحامه ديال مولي عقوب لانها كتوفر في الماء ديالها على الكبريت. فالكبريت بالنسبه لنا حنايا فوريفر متواجد عندنا في هذا الكريم هذا اللي كندهنوه لوجهنا لكرشنا. كيصلح ايضا للتدليك بالنسبه للمفاصل الناس اللي كيضرهم الركابي اللي عندهم السياتيك اللي عندهم الروماتيزم. وانا بالنسبه لي صراحه ما كنستعملوش بزاف يعني فقط في الاستعمالات بالنسبه مثلا للواجه او لا ملي كتستعملوا الوالده ديالي او شي حد من العائله لو المفاصل. الكريم يعني هذا استعمال ثاني، هذه ثاني مره كنستعمله. نحاول الكريم ديالو كيبان ليا شفاف فوالا كريم شفاف كتابليكيوه على اليد ديالكم اصلا ما كيبانش هو يعني داير في السميتو ديالو بحال الالوفيرا جيلي. حتى هو الريحه ديالو زوينه. انا صراحه يعني المنتوجات ديال فوريفر هما اللي كنستعمل هما اللي كنلقى فيهم راحتي ولله الحمد حتى الناس اللي كياخذوهم كيشكروني عليهم وهذا الشيء هو اللي بغينا. كاينين منتوجات اخرى ما تمشيو فين انا نتقاسمها معكم دابا. بالنسبه للمنتوج الاخر اللي غادي نتقاسم معكم اللي سميتو ذا الوي هيت لوشن. هذا عباره على واحد المساج خاص بالمفاصل ويمكن ايضا الاستعمال ديالو في مجموعه ديال المشاكل بحال مثلا ضيق التنفس بحال الرواح بحال الشقيقه. المكونات ديالو جد طبيعيه، فيه زيت الاوكاليبتوس، فيه الالويفيرا، فيه زيت نواه ديال المشماش، فيه زيت الجوجوبا وايضا زيت السمسم. بمعنى هو كيحتوي على الزيوت الساخنه ملي كتوضعوها على حساب المنطقه اللي درتوها لها خصوصا بالنسبه للالم ديال المفاصل. فيعني في غضون مثلا المده اللي هي قليله كتحسوا بالالم بدا كيمشي منكم. فهو صراحه تري افيكاس بالنسبه لهاد المشاكل هادو وكنصحكم انكم تستعملوه. انا دابا هذه المره الثالثه اللي كنستعملو فيها. في الاول فاش كتابليكيو على البلاصه اللي كتضركم، انا كنهضر دابا بالنسبه للناس اللي غادي يستعملوه على ود المفاصل، فهو كيخلي المنطقه يعني كتكون سخونه، هو كيسخن الذات ومزيان حتى الناس اللي كيكونوا هكا مرض بالكحبه او لابس سخانه فراه كيحيد حتى ديك السخانه اللي كتكون. الكريم ديالو حتى هو ابيض على هذا الشكل. كندو نابليكيو حتى هو على البلاصه اللي كتكون ضربانه، سواء كيف قلت لكم شقيقه، سواء ضيق التنفس، سواء الرواح، سواء الكحبه، سواء المفاصل. بمعنى حتى هو الاستعمالات ديالو متعدده. ايضا غادي نتقاسم معكم واحد المنتوج اخر اللي اول مره غادي نستعملو اللي هو الارترين فاكتور. هذا واحد المقشر اللي كيحيد الطبقه الميته ديال الجلد وكيجدد الخلايا ديال البشره. وممكن ايضا الاستعمال ديالو بالنسبه للناس اللي عندهم دوك البطور او دوك الثقب او يعني الثقب اللي كيكونوا في الوجه، يعني الناس اللي وجههم شويه مشوه كنصحهم باش انهم يستعملوا هذا المنتوج هذا. فهو كيحتوي على فيتامين ا، الفيتامين او، والفيتامين سي، واوراق الكاميليا، وزيت ديال نواه المشماش، وايضا المكون الرئيسي اللي كتعتمد عليه الشركه فوريفر في جميع المنتوجات ديالها اللي هي الالويفيرا. فهو كيحفز عمليه التقشير الطبيعي بمعنى كيحيد هذوك الخلايا الميته اللي كتكون في الوجه ديالنا. وصراحه انا هذا يعني لاول مره غادي نستعمله، يعني ما عارفاش عليه معلومات اللي هي كثيره بخصوص الاستعمال. فقط بالنسبه للاستعمال كيتستعمل فقط 3 المرات، يعني 2 حتى 3 المرات في الاسبوع. يعني هو كيجي بهالطريقه هذه، هو شويه الفتحه ديالو صغيره مقارنه مع المنتوجات الاخرى. غنحاول نجرب هنا كيف كتشوفوا حتى هو الكريم ديالو بيضاء، يعني كنحاولوا نديروه للوجه ديالنا، كنخليوه حتى هو شويه عاد من بعد كنغسلوه. يا سلام، صراحه انا من المعجبين بالمنتوجات ديال فوريفر. قبل ما نسالي معكم هذا الفيديو كاينه حاجه اخرى اللي كنستعملها مؤخرا اللي هي الالفا فاكتور. الالفا فاكتور مع الاير 3 فاكتور هما اللي كيصلحوا لهذا المشكل اللي قلت لكم ديال الحفاري اللي تيكونوا في الوجه. ايضا هذا يعني هو عباره على سيروم على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا فوالا. يعني انا كل ليله ملي كنبغي نعس
كنغسلو جهي مزيان وكندير بعض القطرات من هذا لو سيروم هذا، وكيحتوي على الفيتامين ا والفيتامين سي والفيتامين او، ويمكن الاستعمال ديالو ايضا لتطويل الرموش مع الالويفيرا جيلي او لا نفخ الخدود مع الكريم ديال الموستوريزين. وصراحه انا بالنسبه ليا كيعجبني بزاف، يعني كل ليله ملي كنستعمل غد ليه كنفيق وكنلقى البشره ديالي رطبه، وصراحه يعني كيغذي ليا البشره ديالي وكيجدد ليا الخلايا. ومن بين المنتوجات اللي غنولي نستعمل حتى هي هو هذا المكمل الغذائي اللي سميتو لانفينيت باي فوريفر، وهو واحد المجموعه اللي سميتها انفينيت فيها اربعه ديال المنتوجات انا فقط كنتوفر على هذا المكمل الغذائي اللي فيه يعني واحد النسبه كبيره من الكولاجين، يعني هذا مكمل غذائي ماشي كريم، الكولاجين فيتامين سي فيه لي غران دو بلي فيه لي فروي ديال الميلون وفيه ايضا الفيتامين بي، بمعنى هذا مكمل غذائي اللي كيحفز لنا الوظيفه ديال الجسم ديالنا وكيجدد خلايا ديال البشره من خلال انتاج هذا الكولاجين هذا في الذات ديالنا. فهاد المكمل الغذائي هو فيه نسبه كبيره من هذا الكولاجين، واللي يعني قررت باش نبدا الاستعمال ديالو غادي تشوفوا معايا الحبيبات هما كيجيو على هذا الشكل هذا، ان شاء الله غادي نحاول نستعمله وغادي نتقاسم معكم التجربه ديالي بالخصوص ديال هذا المنتوج. ومن بين الاستعمالات ديالي ايضا اللي غنولي نستعملها هو هذا الاكسفولياتور، وهو واحد المقشر كيوحد اللون ديال البشره فيه مكونات التهيه اللي هي طبيعيه. صراحه هذا اول مره غادي نستعمله، يعني المقشر نورمالمون كيف كتعرفوا كيداروا غير جوج حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، بمعنى ما خصناش نبقاو نستعملوهم كل نهار. فان شاء الله من بعد ما غنستعملوا واحد المده غادي نحاول نهضر عليه شويه ونعطي عليه المعلومات وايضا التجربه ديالي بخصوص هذا المقشر. انا دابا وانا كنماصي في يديا كنحس بواحد الحبيبات، هاد الحبيبات هادو كيتغلغلوا في الوجه ديالنا باش كيحيدوا الطبقه الميته من الجلد ديالنا، فنقدروا نخليوه شويه عاد من بعد نحيدوه بالماء شويه دافي او لا المهم يكون دافي من الاحسن، ولسان نستعملوا لي كريم اللي موالفين كنستعمل. وايضا ما تفوتنيش الفرصه انني نوريكم هذا الليبس هذا اللي هو واحد المرطب ديال الشفاه بزيت الجوجوبا والالويفيرا، واخا كتشوفوا هكا صغير راه زعما فيه الخير والبركه. واو الريحه ديالو زوينه بزاف صراحه، هذا مرطب ديال الشفاه بالنسبه للناس اللي كيتشقوا ليهم الشفاه ديالهم، كيصلح الاسعافات الاوليه حتى هو الا تحرقتوا عطاتكم شي حاجه، بمعنى حتى هو عنده استعمالات متعدده غادي نحاول نجربو امامكم. صراحة انا ما كرهتش ناكلو في واحد الريحة اللي زوينة صراحة. من بين الاستعمالات ديالي ايضا كاينة هاد الريحة، هاد الريحة مابقا فيها حتى شي حاجة كيف كتشوفوا، هاد شوية هاد اللي باقي عندي فيها كتعجبني بزاف، هادي رائحة ديال الرجال، كاينة ديال النساء ولكن انا كتعجبني هادي بزاف كتبقى ليا في الحوايج، واخا هي عطر رجالي ولكن انا كنميل لهاد العطور هادو كتعجبني بزاف صراحة، وراه قربت سالي ليا مابقا فيها والو. الحاجة الأخرى اللي كاينة حتى هي الفيتامين سي، الفيتامين سي كيف ما كتعرفوا يعني كيصلح حتى هو للوجه، كيصلح للناس اللي كيخدمو مثلا بزاف وكيكونو كيكون عندهم الإرهاق بمعنى ما كيقدروش يكملوا النهار ديالهم بشكل طبيعي، ديما كيحسوا بالتعب، فأنا بالنسبة ليا دائما كنستعمل هاد الحبيبات ديال الفيتامين سي، وهذه ثاني مره كنستعمل فيها هاد الفيتامين. طريقه الاستعمال سهله، فقط كنهزو هاد الحبه هذه كنديروها في الفم ديالنا وكنخليوها كتذوب بوحدها، يعني ما كندوزوهاش مع الماء، ماشي بحال الفيتامين سي ديال لافارماسي. وبالمناسبه فهو راه فيه 100 حبه، يعني الا كنتو كتاخذوا غير وحده في النهار راه غيدي لكم على الاقل واحد شهرين ونص تقريبا. انا صراحه كيعجبني هذا الفيتامين سي لانه ديما فاش كناخذو كنحس براسي فيا لينيرجي ويعني كي كنكون نشيطه. حاجه اخرى اللي غادي نتقاسمها معكم، كيف ما كتعرفوا فانا كنت ديجا كنستعمل الصابونات ديال الافوكادو، الفرق بينها وبين هذا ان هذا فيه زبده ديال الافوكا وهذا فيه الخيار، فهادي بغيت نتقاسمها معكم بحكم انني ديجا جربتها. فقط انا دابا كنغسل بهذا، كندير به بندوش، كنغسل به ايضا شعري. عندي شامبوان ديميلور للاسف ما كاينينش ما توفرش عندي دابا هنايا في الدار، داكشي علاش ما غاديش نوريهم لكم، ولكن بامكانكم تشوفوا الفيديوهات اللي كنت كندير قبل راه هضرت فيها على لاغام ديال الشامبوان، غادي تلقاو فيها المعلومات على المجموعه ديال الشعر. فبالنسبه للصابونه، الصابونه هذه ثلاثه المرات وانا كنستعملها، من بين المنتوجات اللي سبق ليا يعني اول مره استعملتها هي هذه الصابونه هذه.
صراحه حتى هي كتنقي الوجه مزيان. زعما كنصح البنات انهم اللي بغاو يتهلاو في البشره ديالهم انهم يستعملوها. حاجه اخرى اللي بغيت نتفاصل معكم هو هذا السوبر جرين. السوبر جرين هو واحد المكمل الغذائي اللي يعني جديد باقي يلا خرجت الشركه ديال فوريفر في المغرب في هذا 2021. شنو هو هذا السوبر جرين؟ هو مزيج ديال 20 خضره وفاكهه. كيجيو لي ساشي ديالو هكا بهذا الشكل كبير، وفي الداخل ديالو كاينين مجموعه ديال لي ساشي اخرين اللي على هذا الشكل هذا، هاد الصغار بحال هكا، كنخلطوهم مع الماء اولا مع اي حاجه اللي هي سائله، فهي كتعوض لنا هذاك النقص اللي تيكون في الاطعمه اللي ما كنتناولوهاش، وخصوصا زعما الخضره والفواكه. داكشي علاش كنصح به الناس بزاف، وحتى اللي باغيين يديروا التخسيس اولا اللي باغيين يستافدوا من لي فيتامين اللي كاينين في هاد الخضر والفواكه. كاين ايضا كيف ما كتعرفوا انرجي بلس، وهو واحد المكمل الغذائي اللي كيعطي لي انرجي بالذات، اللي فيه الفرامبواز ويعني التوت البري والارجينين. الارجينين هي واحد الماده اللي كتعطي النشاط والحيويه للجسم، وعندها وظيفه ديال انها كتساعد في المشاكل ديال القلب، في الاوعيه الدمويه. بمعنى صراحه منتوج اللي هو غني عن التعريف وكيعجبني بزاف انا صراحه. وهذه دابا ثالث مره غادي نستعمل هذا المنتوج. هو حتى هو في الداخل ديالو كيكونوا فيه 30 فرشيه الداخل، غادي نوريهم لكم دابا. فوالا تيجيو حتى هما على هذا الشكل، كنخلطوهم مع الماء اولا مع الحليب اولا مع اي حاجه اللي هي سائله. فغادي نديرو واحد التجربه، ولكن قبل هذا الشيء غادي نوريكم منتوجات اخرى وغادي نخلطو معاه في الاخير. المنتوجات اللي بغيت نوريكم هو البيرينيكتار. البيرينيكتار هو مكمل غذائي كيصلح للخصوبه، لتنظيم الهرمونات عند النساء، المشاكل البروستات عند الرجال، والدور ديالو الاساسي هو تنقيه المسالك البوليه. ثم كاين ايضا الفوريفر الويفيرا جيل، هذا ديما كتشوفوني كنهضر عليه لانه كان السبب ديالي في انني نقصت الوزن ديالو، وخصوصا حيدت منطقه الكرش ويعني دوك الجناب اللي تيكونوا في الكرش. فيه اكثر من 250 عنصر غذائي، من بينها مضادات الاكسده والاملاح المعدنيه ولي فيتامين. الفرق بينه وبين البيرينيكتار ان البيرينيكتار فيه مزيج ديال الويفيرا والتفاح والتوت البري، اما بالنسبه للبيض الصفر فيه فقط الالويفيرا مثبته. اذا في الاخير غادي ندير معكم واحد التجربه بخصوص هاد المنتوجات الاخيره اللي شفتو. كيف كتشوفوا عندي هنايا واحد الاناء غادي نضيف فيه شويه ديال البيرينيكتار، وغادي نزيد فيه ايضا شويه ديال البيض الصفر الالوفيرا جيل. هاد الالوفيرا جيل الدور ديالو صراحه مهم جدا، خصوصا للناس اللي كيعانيو من مشاكل ديال الجهاز الهضمي. وغادي نزيد عليهم لارجي بلس اللي هو هاد الفاشيه هادي، اللي هي هادي الداخل ديالها كيكونوا على هاد الشكل، غادي نزيدوها حتى هي هنا. اذا هنايا انا وصلت الفيديو ديالي يعني الاخير ديالو. يعني الا كان عندكم يعني اسئله ولا بغيتوا تعرفوا معلومات على هاد المنتوجات هادو بالتفصيل، بامكانكم تواصلوا معايا على الرقم اللي غادي تلقاوه هنايا في هاد الفيديو، وتسولوا على يعني الاسئله ديالكم بخصوص هاد المنتوجات. فانا كيف كتشوفوا معايا هنا جميع هاد المنتوجات اللي كتشاهدوا امامكم هي استعمال ديالي شخصي. الحاجه الوحيده اللي ما كايناش هنايا وما هضرتش عليها هي الشامبوان والديميلو، وانا بحكم انني ديجا كنستعملهم فقط ما متوفرينش عندي دابا هنايا في الدار، خليتهم في بلاصه اخرى. يعني بغيتوا تعرفوا عليهم معلومات غترجعوا للفيديوهات اللي كنحط لكم قبل، غتلقاوني داويه على مجموعه ديال الشعر. فهنايا من بعد ما خلطت هاد المكونات اللي فيهم البيض الصفر البيرينيكتار ولارجي بلس، وكان هنايا شويه ديال الماء، دابا غادي ندوز للتذوق. بسم الله. صراحة مزيج رائع. اذا الفيديو ديالي هنا غادي يسالي. نتمنى نكون شرحت لكم يعني المنتوجات يعني بخلاصه. كيف قلت لكم اي تساؤل كان عندكم مرحبا بكم. غير كفكره هادو راه فقط غير المنتوجات اللي انا استعملت، راه كاينين منتوجات اخرى تقدروا تسولوني عليها. ونتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا، وبسلامه عليكم وشكرا لكم الى فيديو اخر.